هذه هي أسوأ كلمة في السياسة المعاصرة، رغم إن الكلمة في الأصل فيها جماليات وهي كلمة الإعمار، إلا إن جملة أو كلمة إعادة الإعمار هي أسوأ كلمة في تقديري في السياسة المعاصرة، لأن طالما قلنا إعادة الإعمار بنتكلم على خراب ودمار ثم إعادة الإعمار. سمعنا هذا الكلام في لبنان، سمعناه في العراق، بنسمعه دلوقتي في سوريا. كل ما تسقط أو تنهار دولة عربية نتكلم بعدها على إعادة الإعمار. فجملة إعادة الإعمار هي واحدة من أسوأ الكلمات في السياسة المعاصرة. نمرة واحد، زي ما قلت لحضراتكم، بيكون في خراب حصل للمدن والقرى والبلدات والمؤسسات، لكل المباني اللي موجودة أو جزء كبير منها. الأمر الثاني إن إعادة الإعمار لا يمكنها أن تعيد الحياة، لأن في ناس ماتت، في ناس جرحت وأصيبت، في ناس كتيرة جدا في المجتمع أصبحت بلا عائل أو بلا عائلة أو بلا حياة، فكل هؤلاء إعادة الإعمار لن تعيد إليهم شيئا. بنتكلم في سوريا، لأن الكلام الآن على إعادة الإعمار في سوريا. بنتكلم 13 مليون يعانون من عدم وجود غذاء أو عدم وجود غذاء كافي. نتكلم نص السكان، نص سوريا بقوا خارج ديارهم. نتكلم على مئات الآلاف من القتلى. يبقى حتى لو أعدت الإعمار وأعدت العمران، إنما هذه الأرواح وهؤلاء المصابين والناس اللي تعبوا طوال هذه الحرب من يعيد إليهم الحياة. نمرة ثلاثة، إن كان في قبل كده مشروع مارشال في أوروبا بعد دمار أوروبا في الحرب العالمية الثانية، لكن من وقتها ما شفناش مشروع مارشال بعد دمار. يعني ما بنشوف نماذج إعادة الإعمار في أماكن أخرى، زي ما اتقال إعادة إعمار غزة على سبيل المثال، بنلاقي شوية صغيرين جدا ونلاقي الدنيا تدهورت تاني فيما بعد. ما فيش إرادة دولية حقيقية في مشروع مارشال جديد منذ مشروع مارشال ما بعد الحرب العالمية الثانية، إنما مجرد معونات محدودة واستثمارات محدودة ثم نهب ما بقي من البلاد، وبعد شوية ممكن يتم تأزيم الموقف من جديد. في حالة سوريا بنتكلم إن 80% من الصادرات انهارت، فكان قبل كده الصادرات قول إنها 100% بقت 20% من حجم الصادرات قبل كده. 50% من الصادرات كان نفط، كل آبار النفط كانت تحت إيد تنظيم داعش. بنتكلم على انهيار في الاقتصاد السوري. علشان بقى تعيد الإعمار في سوريا محتاج قد إيه؟ الحكومة السورية بتقول 200 مليار دولار. شوف ضخامة الرقم، 200 مليار دولار. شوف بقى لو الرقم ده كان تم إنقاذ الأرواح والحياة وكانت سوريا آمنة مطمئنة، وال 200 مليار دول انضخوا في التعليم وانضخوا في المرافق وفي إمكانية الريادة الاقتصادية والمصانع والشركات وما إلى ذلك. إنما 200 مليار دولار علشان تبني ما كان مبنية من قبل، علشان نفس البيوت ترجع تبنيها كما كانت، 200 مليار دولار. إنما الرقم اللي قاله ديمتسورا اللي هو مبعوث الأمم المتحدة في سوريا قال لا، 250 مليار، ربع تريليون دولار. في خبراء اقتصاديين بيقولوا نص تريليون دولار. في مراكز دراسات بتقول إن سوريا تحتاج إلى 1 تريليون دولار. لو خدنا المتوسط قول بنتكلم على نص تريليون دولار، ما بين رقم ربع مليار، ربع تريليون، ورقم بيزيد عن التريليون، لو قلنا تقريبا 400 مليار أو 500 مليار، نص تريليون دولار. تخيل نص تريليون دولار بدل ما كان يكون في مدارس وفي جامعات وفي تكنولوجي وفي طاقة شمسية أو طاقة نووية، أو إن هو يخطط المدن ويخطط القرى وينطلق بسوريا للأمام، بقى أنت عايز هذا الرقم عشان ترجع إلى ما كنت عليه قبل 7 سنوات، عشان ترجع سوريا إلى ما كانت عليه قبل 7 سنوات، عشان تعود إلى الوراء أنت محتاج
نص تريليون دولار. الكلمة دي سيئة جدا، كلمة إعادة الإعمار، لأنها لا تأتي إلا بعد دمار. ما هو الدرس المستفاد من ذلك؟ الدرس المستفاد لا تخطئ، مفيش فرصة للخطأ في عالم اليوم، الخطأ فادح، محدش يعرف يتخيل حجم الخطأ نتائجه قد إيه. يعني خطأ زي في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن أو في العراق، أي خطأ دلوقتي معناه نهاية الدولة، نهاية المجتمع، معناه أنك عايز أرقام مهولة علشان ترجع إلى ما كنت عليه. قبل كده كان ممكن الساسة يخطئوا والنخب تخطئ وتلاقي أن حجم الأذى الذي يلحق بالبلد أو بالشعب محدود. دلوقتي الخطأ للأسف بيكون فيه نهاية لدولة أو نهاية لشعب أو سقوط دولة في إطار الدولة الفاشلة. لما تيجي في حالة سوريا الشقيقة وهي بقى بتحاول تعيد الإعمار بهذه التكلفة الفادحة، مين هيدفع الثمن؟ طبعا البعض هيقول لك مساعدات دولية، كلام غير دقيق. كل شوية نسمع كلام مساعدات دولية، مفيش مساعدات دولية في عالم اليوم بشكل كبير، هتلاقي رقم قليل جدا، مليار، 2 مليار، 3 مليار، بالكثير 5 مليار، ده لو حصل ان في 5 مليار معونات لا ترد. انما سوريا هتمول منين؟ من القروض، كلها ديون على المستقبل، تاخد بقى قروض 100 مليار 200 مليار علشان تقدر تعيد الاعمار. والامر الثاني من البترول او من اي ثروه موجوده هتتباع لاجيال قادمه، فالاجيال اللي جايه هتلاقي ان الثروه بتاعت بدات اتباعت ل20 او 30 سنه علشان اعاده الاعمار. يبقى الكارثه على مراحل، مرحله بشريه مئات الآلاف من القتلى والجرحى، مرحلة إنسانية إن نص السكان بقوا نازحين أو لاجئين خارج ديارهم، مرحلة اقتصادية انهيار الصادرات وانهيار الاقتصاد، ثم مرحلة استراتيجية إنك بتصادر المستقبل وإنك بتبيع ما تمتلك في المستقبل عشان تقدر تعيش دلوقتي، وإنك تقترض من أجل أن تربك المستقبل حتى تعيش اليوم. يبقى إذن مرة أخرى مفيش في النظام العالمي القائم فرصة للخطأ، الخطأ يساوي ما نرى، الخطأ يساوي دولة فاشلة، الخطأ يساوي إنك تدخل في دوامة لا خروج منها. النصيحة لا تخطئ، لا يجب إطلاقا أن يخطئ أحد في العالم المعاصر.